أعزائي المتتبعين، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. صوبت أثناء عودتي رفقة الأصدقاء من المركز الحدودي لقرقرس. إذا عقلتوا في البلوك 77 كنت قد أشرت إلى أننا قررنا نتغدى في شاطئ بورتوريكو اللي كيبعد على مدينة الدخلة بحوالي 100 كيلومتر. تما ممكن أننا نوجد ماكلتنا وفي نفس الوقت استراحة قليلة من مشقة السفر ذهاب وإياب خلال يوم واحد من الدخلة لقرقرس. تمتع برماله الذهبية الجميلة والمياه الصافية، وخصوصا وعقلوا على هذه مزيان أننا في أوائل سنة 2022 وبصدد الاستجمام في الشاطئ، مع العلم أننا في الليالي وهذا هو سحر أقاليمنا الجنوبية وخصوصا خليج الدخلة. أول عائق اللي ممكن تواجهه هو الطريق الوعرة باش نوصلوا للشاطئ، واللي ممكن انها تأدي السيارات خصوصا الحاضرة. ثاني نقطة، شاطئ بورتوريكو من نوعية الشواطئ الغير محروسة، وكذلك كنسجلوا غياب الحوانت والمراحيض والأكشاك، وهذا الشيء عادي خلال هذه الفترة من السنة، ولكن نسجلوا أيضا تواجد الناس ديال القوات المساعدة، ومن هذا المنبر كنوجه لهم أحلى تحية. الحاجه اللي هي اكيده ان الزائر لهذا البحر وخصوصا فاش كيكون الجو هادئ وما فيهش الريح مستحيل انه يقاوم، ثقوا بيا راه مستحيل. اللقب ديال هذا البحر هو الشاطئ الغني، لانه فعلا غني بالعديد من انواع الاسماك ذات الجوده العاليه. اصحاب القصبه غادي يفهموا قصدي، لدرجه اننا شفنا سمك البوري وانواع اخرى كيعوموا على ضفاف الشاطئ، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثروة السمكية الهائلة التي يزخر بها هذا البحر إسوة بسواحل خليج الدخلة. ودابا غادي نلبيو نداء الطبيعة، الجوع كان قريب أنه يسالي معنا. الوقت اللي بدينا كنوجدو فيه ماكلتنا فعلا راه وجدناها غير بزز، والريحة ديال المياه المالحة، نسمات التيار البحري، صوت الأمواج المتلاطمة وأيضا الطيور المهاجرة، إلا مزجنا هادشي كاع كامل مع الريحة ديال الطاجين اللي بدات كتعطي، كل هذا شكل لينا هاجس مزيج بين المتعة وغريزة البقاء، وهذا ما سمي بالدارجة المغربية بالهيمري. ومع قرب غروب الشمس نقدر نأكد لكم أن المهمة تمت بنجاح، وأننا أخيرا استرجعنا قوانا وأدميتنا، ولا شاطئ بورتوريكو كيبان لينا في واحد الشكل آخر. اليوم اختتمنا نمشي على قرقرات، مشية زوينة وبقينا شادين شي شوية الجوع حتى لدابا، حتى ضربنا هاد الطويجين الرائع كما شفتوا. الحمد لله تمت لي الفرصة أنني نجي لابلاج ديال بورتوريكو، نستمتع بهذا الجو الساحر في هذا الوقت من السنة اللي راه دابا مناطق أخرين تبارك الله شتاوات خير في المسمى. ومن قلب لابلاج ديال بورتوريكو كما العادة كنقول لكم كو أنا وصحابي عجبنا الحال، ولكن انتوما شنو بان لكم؟